المعارك الشرسة هي السمة الأساسية في عالم الحيوان، والحياة البرية دايماً مليئة بالصعاب والمخاطر، وتصنف الحيوانات المفترسة كحيوانات قوية تمتلك القدرة على مواجهة أصعب المعارك. وبالرغم من تعدد الحيوانات المفترسة، إلا إن في كائن واحد يصنف من قبل الباحثين ككائن مفترس من الصعب التغلب عليه، والكائن ده هو التمساح، وده لأنه واحد من أخطر الكائنات الموجودة على الأرض. لكن على الجانب الآخر، في حيوان واحد بيمتلك قدرة على مواجهته، والحيوان ده هو الأسد. وفيديو النهاردة هنعرض معاكم بعض المعارك الشرسة اللي حصلت بين الأسود والتماسيح. بس قبل ما نبدأ، ما ننساش نعمل اشتراك ونفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. التمساح من الكائنات المفترسة اللي بتمتلك قوة عضة من الصعب مقارنتها مع حيوانات عديدة. فقوة عضة التمساح بتوصل ل 16400 نيوتن، وقوة العضة دي تجعله يصنف كأقوى فك في عالم المفترسات. وبالرغم من كده، بيواجه التمساح حيوانات مفترسة تمتلك الجرأة على مواجهته، ومن الحيوانات دي الأسد ملك الغابة. فالأسد حيوان يصنف من الحيوانات القوية والضخمة، والقوة دي بترجع لامتلاك جسده كتلة عضلية تصل ل59%، والقوة العضلية دي بتساعد الأسد في الصيد وهو بيحاول الإيقاع بالفرائس الكبيرة وطرحها أرضاً، وبالتالي من الصعب هروب الفرائس مهما كان حجمها كبير. وعلشان كده الأسود والتماسيح حيوانات قوية من الصعب التغلب عليها في عالم المفترسات. لكن لو تم مواجهة التمساح مع الأسد، هتبقى المعركة شرسة بمعنى الكلمة، خصوصا إن كل حيوان منهم بيمتلك قدرات من الصعب التغلب عليها. فتعالوا معانا نشوف بعض المعارك الشرسة اللي هنتعرف فيها على قوة حيوانات مفترسة زي التماسيح والأسود. وفي المشهد ده هنعرف إن التمساح حيوان مفترس ومن الصعب التغلب عليه داخل المياه. فهنا كانت إحدى اللبؤات بتحاول تعبر النهر علشان توصل للضفة الغربية، لكن للأسف كان حظها سيء، لأن التمساح كان موجود ومستني أي فريسة تعبر النهر علشان يلتهمها. فاللبؤة هنا حاولت تهرب في الأول، لكن المحاولة كانت فاشلة. فالتمساح دايما لما بيحب يهجم على فريسته بيفضل تكون في المياه علشان يعرف يصطادها بسهولة. فبعد فشل اللبؤة في الهروب، قررت تدافع عن نفسها، بس للأسف حركتها كانت بطيئة بسبب مقاومة المية. أما التمساح فالمسألة بتكون العكس، فقوته بتظهر في المية أكتر، وده لأنه بيقدر يهجم على الفريسة أسرع. واللبؤة هنا كان مصيرها معروف، فالتمساح عرف يهجم عليها في المكان الصح وتم الإيقاع بيها كفريسة. لكن الصراعات اللي بتحصل بين التماسيح والأسود مش دايما بتبقى نتيجتها لصالح التمساح. فبالرغم من قوة التمساح، إلا إنه بيمتلك نقاط ضعف، ومن نقاط الضعف دي بعده عن المياه. فالمشهد ده
تم توثيقه لمعركة كانت لمجموعة من الأسود وهم بيحاولوا يقربوا لأحد التماسيح القوية. فالأسود في الأول حاولت تقضي عليه من الخلف، لكن الأسود أيقنت أنه من الصعب يحصل وهو في المية. فبعد لحظات استطاعت الأسود استدراج التمساح خارج المياه، فالتمساح نقطة ضعفه أن يكون خارج المية. وفعلا الأسود بعد استدراجه عرفت تنظم نفسها، واستطاع واحد منهم الهجوم عليه من الخلف وعرف يمسكه من عنقه. وبالرغم من قوة حيوان زي التمساح، استطاعت الأسود بذكائها الإيقاع بيه كفريسة، وفعلا أصبح التمساح القوي فريسة للأسود. لكن بعد معركة شرسة، ومن الأسباب اللي ممكن تخلي التمساح فريسة ممكن الإيقاع بيها من الأسد هي أنه يكون بيتنافس مع مجموعة من الأسود. وبالرغم من قوة الأسد، إلا أنه لوحده ما يقدرش يتغلب على كائن مفترس زي التمساح. فالأسود علشان تكسب المعركة خططت علشان كل واحد في المجموعة يبقى ليه دور، وده عامل مهم جدا للتغلب على كائن قوي زي التمساح. وبعد عرض المعارك دي هنستنتج ان الأسود والتماسيح حيوانات قوية ومن الصعب التغلب عليها، فلو تم مواجهة كل حيوان منهم للآخر هتبقى المعركة شرسة، لكن المعركة هتحسم نتيجتها للحيوان الأذكى اللي عرف يختار الوقت المناسب للهجوم ومكان المعركة. ولو الفيديو عجبكو ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكو كل جديد من فيديوهاتنا.